البرنامج يقول التغريدة من الحساب الشخصي تعبر عن صاحب التغريدة ولا تحسب على إدارة أي نادي. أحمد الفهيد. طيب معناته أنه تغريدة رئيس نادي الخليج من حسابه الشخصي ولا تعبر عن النادي، تعبر عن رأيه هي. شوف أنت ممكن الآن تقول أنه هذا الحساب شخصي أو هذا الحساب تابع للنادي. أنا أحيانا ممكن أقول والله هذا حسابي الشخصي ولا يمثلني كإعلامي، لكن هو في الأخير هو حسابك، يعني هو في النهاية هو حسابك. يعني قد يكون حساب الأستاذ وليد المهيد وله كل الاحترام والتقدير حساب شخصي، لكنه في النهاية خرج وتكلم باسم نادي النصر. إذا كان نادي النصر لا يؤيد هذا الكلام يخرج ويقول ترى وليد مهيد لا يمثلنا، لكن هو فعلا عامل قائم في نادي النصر يدير المركز الإعلامي، بالتالي تؤخذ هذه التغريدة على محمل الجد. يعني إلا إن أثبت الأستاذ وليد أنه هذا ليس حسابه وأنه منتحل أو مخترق أو إلى آخره. لكنه أنا الآن أنا كمتلقي أخذ تغريدة الأستاذ وليد أخذها على محمل إعلامي، لكن التغريدة الحقيقية الرسمية هي التي تصدر عن نادي النصر. عشان كذا أنا أقول إذا كانت فعلا لجنة الكفاءة المالية في بيانها الذي صدر عن وزارة الرياضة أخطأت، لماذا نادي النصر حتى اللحظة لم يغرد من خلال حسابه الرسمي ليرد؟ نادي النصر غرد بأنه استخرج شهادة الكفاءة المالية بعدم وجود أي جدولة في حسابه الرسمي. إذا كان المفروض حين تخرج معلومة مضادة لما نشرها حساب نادي النصر الرسمي أن تنشر في حساب النادي، حتى اللحظة لم ينشر شيء، وبدلا عن ذلك نشرت عن طريق مدير المركز الإعلامي، لماذا لا أعلم طبعا. وبالتالي أنا أقول أنه في معلومتين متصادمتين أو متضادتين تماما، واحدة منهم صح واحدة بس، ما في مجال أنه كلها والله صح. وبالتالي علينا مو واجب عليكم أن نفهم، إحنا الإعلام المجتمع الرياضي جماهير النادي جماهير الأندية الأخرى لازم نفهم. ليه نفهم؟ لأنه فيه شك بسيط الآن قاعد يمس الجهات القضائية وذات العلاقة، والمساحة تتوسع وتكبر. نعم. الأمور. وبالتالي أنا أقول لك إذا فقدنا الثقة في الجهات القضائية فسد كل شيء خلاص. خالد على هاشتاق البرنامج يتفق معك يقول تسمح لي علي بس معليش تفضل علي تسمح لي معلي أنا بعد طبعا لا لا لائحة الانضباط واضحة وصريحة حيث أنها تمنع استخدام الإعلام بكافة أنواعه والحسابات الشخصية والخاصة في ما يندرج تحت إثارة الرأي العام أو الإساءة أو كذا. وسبق يعني الآن هذا وقت قريب رئيس نادي الخليج وأيضا في أوقات أبعد تم معاقبة وتغريم أندية ورؤساء منهم صفوان السويكت تم إنذاره، فبالتالي لا يعفي استخدام الحساب الشخصي عن العقوبة. هذا واحد. الأمر الثاني يبدو لي، هذا يبدو لي أنا كتحليل، أن هذا تكتيك حينما يظهر من الحساب الرسمي قد تطال العقوبة مدير المركز الإعلامي والرئيس التنفيذي للنادي والذي هو المرجعية في يعني إعطاء الصلاحيات. يعني أنت تشوفها مقصودة يعني؟ وقد تكون أنا أتوقع أنها مقصودة، حتى لو جاءت مثلا عقوبة فالعقوبة تكون موجهة للوليد المهيدب باعتباره يعني المسؤول الإعلامي ولا تتوسع إلى أكثر من مسؤول داخل النادي. نعم خالد على